سما بيك منه كتير منيح، رح ناخده على المستشفى. شو؟ صار معه شي جديد؟ مش وقت الحكي هيدا هلا، يلا جهزي حالك، بدك تروحي معنا على المستشفى، ما رح تبقي وحدك هون بالبيت. وليد وسائر حطوا بيك بالسيارة ويمكن يكونوا سبقونا، مشي. يلا يلا. في أسهل من هيك وأنت بتضلك خريفين؟ أنا قلبي مش مطمن. إيه أكيد من بعد قصة مطر أنت صاير مثل الخروف. هي مش قصة خروف، بس بيت العادلي بعده ما عمله ردة فعل. لو مطر عايش كان تلعب. نعم؟ ولك إذا مطر؟ معقول يرجعلي معه؟ شد لي حالك ما تفرجينا خيفة منه. يلا بسرعة مشي. سما سما بابا هذا صوته؟ لا مش صوت البابا، انت عم تتخيلي. يلا شي سما انت هون؟ ليش كذبت علي؟ كيف بتقولي بالمستشفى وهو بالبيت؟ وين رايحة؟ تعي لهون اتركوها. اعطيني المفتاح. ما راح اعطيك المفتاح. عبالك اعطيني المفتاح. ما راح اعطيك المفتاح. اعطيني المفتاح. اعطيني المفتاح. بابا اتركيني. مشي معي. هي 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 هي. بس هيدي شو مطلعة برا غرفتها؟ اتركوها. اتركوها. بيي فاق؟ اوكي. شو القصة إذا بيك فاق أو مات؟ بتعرف شو هي القصة؟ القصة إنه حضرة جنابه كان قاعد هون لما حضرتها قدرت تهرب هي ومطر. ما منعها. لا شجاعة. بك العمى مش على علمي كان ابنان يحط ايده بايد فوزي. هي بيك خرف ما عاد عارف مين معه ومين ضده. ولا 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 قلت لك منا بالبيت. طب بس فيك تقولي لي وينها؟ لانه انا صار كم يوم عم دق لها وخطها مسكر. منا بالبيت ما بعرف شو في وينها. انا بس مشغول بالعلاقه اذا بتريدي. ليكي انت ما بتفهمي؟ ما بتفهمي؟ عم بقول لك سما منا بالبيت، يلا تشوف. انا معي. سماوية
سما حبيبتي اشتقت لك، اشتقت لك كثير. ضربوكي معك بدهم يبعدوني عنك. ما في قوة بالدنيا بتبعدك عني، ما في قوة بالدنيا بتبعدك عني. صدقيني مطر، ما تتركني لوحدي، ما تتركني. رح اتركك. قومي البسي هيدا. شو هيدا؟ فستان عرسيك. مبروك يا عروس. مطار، يا الله يا الله، شو بدي اعمل؟ عمو فوزي، عمو فوزي، لايكي سما ما رح نبدي ايدي عليكي اكثر من هيك. بتلبسي فستانك وبتنزلي لتحت. لما بيسالك الشيخ اذا انت موافقه او لا بتقولي موافقه، فهميني؟ لو بدك تقتلني تذبحني ما لح انطقها. بدك تنطقيها؟ شو انت ما بتفهمي؟ عمو فوزي، عمو فوزي، يا عمو اكيد صار، اكيد. شو في؟ عمو الحقوا، شو لمطر، شو بو؟ شفت مطر طاير مثل النهر رايح لعند سما. اوكي شفت عندهم شيخ وبدهم يجوزوها يمكن لسائر. اكيد اكيد حدا وصل له. الله يخليك، الله يخليك. الحقوا هولي، هولي بجنين والله بيقتلوا. خلص بسرعه سارة، روقي شوي، روقي. يلا جاي طوريني. الله يخليك بسرعه. فهميني شو بدك. هيدا الوقح مطر يا حوي تحت. وين فردك وليد؟ حمار بدي فضي الفرد براسه. العمى جاي على نص دين بيتك ياخد اختك من قدام عيونك. انا نزل لي هذا الكلب. اوعي تفكر حالك بيتك يا ويلك رايح يا كلب. هيدا اللي بدك اياه؟ بدك الدم يمشي بين العيلتين؟ بدك تحطي برقتك دم خيك ودم ابن خالك؟ كرمال شو؟
كرمال انت تكوني مبسوطة. ماما ماما تخيليني بترجيك بترجيك ما تخليوني يؤذوا مطر. تخيليك انزلي تدخلي. وقفي بكي واسمعيني، بدك تنفسي اللي انا بدي اياه، ولا بدي اقول لهم صفوا له دم لمطر تحت وستكلوا الحق عليك، بيكون ذنبه برقبتك. نطلع من فوق السور معلم؟ لا، بدي يفتحوا الباب على رقبتهم. بس كل بيت العادلي صاروا برا حاطين القصر دير منتار. هذا اللي بدك اياه. شفتي هذا البركي؟ انت اللي فجرتيه. انت هيك بدك يصير؟ أنا ما كان بدي هيك يصير، والله العظيم أنا مش هذا اللي كان بدي إياه. إنه أبيك يحمل حاله ويفل هو ورجاله من البيت. ما رح يفل من هون غير وسامة معي. لك فجرت. ليك وليه؟ بدك لك تضلك عايش إذا بتفل هلا مع أبيك. أوعى تفكر إنه سامة بتفل من هون إلا ما أتجوزها. عجدتي عجدتي وجدتك من قبلي بوعدك. اسكت وليه؟ اسمعوني منيح يا بيت الديرانة، إذا ابني بديه شوكة رح يحلو الفيلا باللي فيها نار. بس قومي قومي وقفي المجزرة، انت وحدك اللي قادرة توقفيها. يلا قومي تحركي. افتحوا الباب يا شوف انا الرجال اللي فيكم يطلعوا يواجهني. لك افتحوا الباب يا كلاب، افتحوا الباب يا جماعة. نعم ولا بس حتى ولو قتلتوني هيدا ما رح يفيدكم بشيء. احسن كنت تكوني انا وسامة فين وانتوا تكونوا عايشين. فشرت. حبك رصاص. انت ما بتفهم، عم تقول لك ما بدي اياك. وليلي كتب كتابه على ابن خالك. لك انت ولي انت ما خصك بيني وبينها. يب زم حدودك. لك مين يفكر حالك؟ طلعك محمل من هون. سما سما تعي حبك سما. ما تروح، انا رح ابقى هون مع عيلتي واهلي. فل انا مش فايل من هون الا وجهنا عجرك. خلص خلص بكفي. فل انا وياك ما فينا نكون مع بعضنا، مستحيل. فل مين بيقرر هون؟ مين؟ انا اللي بقرر وقررت. خلص خلص كذبي علي ومن امها. بس علي ما فيكي، انت بتحبيني. انا كنت مفكره حالي بحبك، بس وقتها لازم اختار بينك وبين عيلتي. شو يعني؟ يعني بختار عيلتي
أنا ما بحبك. يعني خلاص نهايتي يا مالو؟ أكيد، لأنا بنت عيلة مش مثلك. ولد لقيت مش معروف لا أصله ولا فصله ولا عنده لا أم ولا باي. شو قلتي؟ ما سمعت شو قلتي؟ مش مصدقني، هيدي الحقيقة. ليكو فوزي برا، طلع اسأله، خليه يجي يكذبني. أنت منك لا من لحمه ولا من دمه، وإذا في قول غير هيدا الحكي ها هيدي رقبتي أنا بقطعة. وراي شباب. انت منيح يا ابني. انا ابنك. انت روحي. انا ابنك من لحمك ودمك. إذا صديقك القديم وعدوك الجديد طلب منك الأمان، شبك ولدتك. فوزي، الباب بعده مفتوح، فيك تدير ضهرك وتمشي. تسكر الباب. ما بعمري سكرت بيبي لابوش صديق ولا بوش عدو. الأمانة بتدل على مين صانها، مش على مين عطاها. وهيدا أمانتي عندك. مين ابنك؟ لا اطمن، بس اعتبره دين. رح يجي يوم وارجع ياخده. مين أهله؟ ليش جبتوا لعندي؟ بيو مات قبل ما يشوفه، وأمه راحت صلوا. جبتوا لعندك لأنه القاتل يمكن يفكي يرجعه، وراح يقصدني أنا يفتش عليه ببيتي بأملاكي. بس مستحيل يفتش عندك. ما بتخاف إني أغدرك؟ قلت لك الأمانة بتدل على مين صانها. هيدا أمانتي بين يديك. اعتبره مثل ابنك. ابنك اللي خسرته قبل ما تشوفه. حتى لو كنا أعداء. مش منصور فوزي. مش منصور بيشمت بخسارة الطمع. الله بيشهد. هيدا الولد بين يديك. وأنت وضميرك. Oh.
إذا كنت عم تسأل حالك ليه ما قلت لك من قبل؟ لأني ما بيوم فكرت إنك منك ابني. شو ما قالوا ناس، شو ما كان موقفك تجاهي، بتضلك ابني العايش كرمالي. أنا مين؟ أنا مين بكون؟ أنت ابني. لك جاوبني كرمال الله، جاوبني أنا مين بكون؟ لو ضليتك تسألني لآخر يوم من عمري رح تسمع نفس الجواب. بطر حاولوا يقتلوك ما قدروا، عم يكسروك. إذا محبتك لإلي بتتغير بكلمة وحدة، بأسف على حالي. بخاطرك بطل، عاد شوي بدي تفضل. عندك أدنى شك إني ما بريدك تكون سعيد بحياتك؟ أنا مع أي بنت بتختارها حتى تكون شريكة حياتك إلا سما. صح صح، وأنا مصر على هالشيء لأنه عندي أسبابي. عندك أسبابك؟ أسبابك اللي صار عمرها 25 سنة بينك وبين منصور ديراني، لا أنا ولا سما إلنا علاقة فيها ولا إلنا ذنب فيها. ما لكم علاقة فيها صحيح، بس ما فيكم تتجوزوها. بيي شو ما كانت الأسباب أنا ما بتعني لي شيء ولا بهمني أمرها، إلا إذا في أسباب تانية ما بعرفها. حتى لو كان عندي أسبابي بقول لك خبرني ساعتها أنا بقرر يا بقتنعي يا لا. احكي بيي عم بسمع. سما بتكونوا ابي عم بسمعك احكي. سما بتكون مين؟ شو؟ ليه بعدك بفستاني؟ على شو عم بتزلختي؟ ولو فرحانة فيك؟ ولا؟ مش انت عروس؟ انت بتعرفي كم مرة فكرت انتحر بالليل اللي مرقت علي؟ بتعرفي ليش ما عملتها؟ بس كرمال بي، بس. برافو عليكي، فكرت بعقلك. كنت عن جد غريبة، عن جد مش عم صدق. معقول فوزي يكون بيو لمطر؟ انت امي؟ ايه نحن عرفتي. لا 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 لا
عم يعمل هيدا هون؟ مش عارف حاله انه واحد لقيط ينبر يفل. طول ما فوزي رضيان عنه ما في حدا قلع من هون. والله والله لخليكم تندموا على النهار اللي خلقت فيه انت وياه. صباح الخير يا احلى معلم بالمينا كلها. صباح الخير قاسم. شوف بدي منك تلاقي لي حدا هون بهالمينا ما حدا بيعرفه، بيروح لعند ابو الليل وبيعرض له البضاعه. يعني انت بدك تبيعهم نفس البضاعة يلي نفس البضاعة نفس البضاعة، وإذا سألوهم من وين جبتهم بقول لهم بيت الديراني بيعوا إياهم. شو بيك صفنا؟ ولا شيء، بس عم فكر إنه هول الجماعة عن جد ما عرفانين حالهم مع مين علقانين. أنا رايح أتغدى مع بيي، بدك شيء؟ بدي تسلم لي على أحلى أبو مطر. يوصل. جاي قلك لا تنزلي تتعشي معنا، رح نزل بيك كمان وسائر وليد هون. اكثر شي فيكم تاخذوه مني هو كتب الكتاب. اخذته؟ شو بعد بدك؟ انا صرت مرته لسائر، بس على الورق ما فيك تجبريني على شي. انت ليه ما عم تفهمي انه مصلحتك هي بزواجك من سائر؟ مصلحتي؟ لأنه ابن خيك ولا لأنه شغيل عندك؟ أنا ما فهمت شو الغلط؟ إيش هذا مش مزبوط إنه العيلة تكون متكاتفة مع بعض؟ عيلة؟ هلا أنا وياكي عيلة؟ ولا أنت وبابا عيلة؟ شو هي العيلة بالنسبة إلك؟ وليد وسائر؟ انت شو جابك لهون؟ عم تلحقني؟ بدي الحقك اخر الدنيا. عم تكذب. انا ما بعمري كذبت حدا. هو الكذب حبيبتي اللي بعشقها. سما. على كل حال انا رافل. شو يعني؟ فيك تفل اذا بدك. يكون بعلمك انه ما تفكري حالك ليدي والله خلقك وكسر القلب. لا حبيبتي، انا فيل لانه انا حابب فيل، مش لانه انت بدك اياني فيل. انا فيل. بدي لك سر كمان. شو؟ اسمعيني منيح.
إذا بعد مرة بتبعد عني كرمال عائلتك مش بس رح ألحقك، رح روح على نص بيتك وشوفك وغصبا عنك. شو سمعتي؟ برافو يا شطورة. أصلا أنا كنت خايفة متترعبة إنك ما تلحقني، بصير بطل بدك تشوفني. مطر خلص بقى، حلا بقى مع خي وليد. أنا شو بدك يعني أعمل يعني؟ بترك السوق وقفل؟ أساسا ما بعرف شو مشاكلنا نحن وياك وعائلتك وعائلتي، بعدين بالمينا والشغل والدنيا كلها بصير في منافسة، شو المشكلة يعني؟ ما هذا اللي قهرني، إنه شو هالقصة؟ أكيد في سبب تاني. نحن بي وبي كانوا عزل أصحاب. سمع؟ في أعرف ليش خيك وليد بيكرهني هالقد؟ حتى هو ما بيعرف ليه بيكرهني. أمي كل حق عليها، هي بتضل تحشي لي براسه عنك وعن بيك، بس حرام بي ما بحياته فتحت أمي. مرحبا شباب، انتو سألوا وليد؟ تفضل، المعلم ابو الليل بده اياكم. على راسي بس ما فينا نشوفه اليوم، بس قل له لمعلمك انه الامانه بتوصل اليوم بمحلها ونحن بنبقى بنحكي بخصوص الحساب. احنا ما فينا نقول له هيك، بدكم تشرفوا معنا. طولوا بالكم يا شباب، بوشي المعلم مع اساس كل شيء رواق، المعلم اخر رواق، حاب يشوفكم اذا ما عندكم مانع. ماشي حبيبي، هلا بنشوفه، بدنا نخلص شغلتين وبنشوفه. خذوا وقتكم وخلصوا شغلكم، نحن ناطرينكم هون. شي هدول مش رجال ابو الليل؟ بظن هيك. ما تكون عم تسق معهم. شو القصة أبو مطر؟ أنا بعجبك، بعدين هودي أصحابه حبايب، وشكله شهر العسل بلش يخلص. إيه، وأنت؟ أنا شو بني أنا؟ لا عم تاكل ولا عم تشرب، شغل كل الليل، لوين بدك توصل؟ ما عم جرب مفكر بيي، لأنه إذا بدي أفكر ما رح يستوعب راسي شيء. على كل حال أنا اتفقت مع أشخاص وشركات جديدة وعطيتهم أسعار مغرية ومنيحة، إن شاء الله خير. أساساً ما رح تلحق الباخرة توقف بالمينا. هتكون فكر تسكرن شركتهم لبيت الديراني. لا ما رح سكرنهم شيء، اساسا ما رح يلحقوا. Thank you.
صور.